اللي لي السبب للشباب ولا الشابات تحرش فيه نوعا ما بما يسمى بالعلاقه الجدلية فيه مسببات كما شفنا الان في الفي هناك اسباب انا قلتها اليوم للعائلات وللبنات لا توقظ الوحوش النائمه في صدور بعض المرضى لان بعض الاحيان خروج المراه للشارع بلباس معين خروجها ب يعني تلك تلك ذلك المظهر الذي يخرج عن عن ماهوش مظهر فاتن وانما مظهر مثير ل لاثاره هذا الغير هل هنا نفس مشكل جرم الشابه اكثر من الشاب لا لا انا اقول لابد ان أصد هذه الاسباب